منصة المعلومات المشفرة هي كثيرة للغاية، ولكن أغلبها قد لا يكون لديها يعني مصداقية كبيرة جدا، أو ربما قد لا تستمر في العمل عبر الإنترنت. لدينا شركة جديدة، هذه الشركة اسمها يعني بي تي سي أو إكس، هذه شركة كبيرة للغاية، شركة جيدة وشركة رائعة بالفعل. أعلموا في درس اليوم سنقدم لكم هذه الشركة، شركة بي تي سي أو إكس، ماذا ستقدم لنا بها؟ يعني العديد، أول شيء جميل في هذه الشركة بها العديد العديد من العروض التي يمكن أن تستفيد منها، وكذلك الجيف أواي متنوع، وكذلك ايضا ارباح متنوعه من خلال هذه الشركه. بالاضافه ذلك هناك الافريت خاصه بهذه الشركه، وايضا يمكن ان تجعلها محفظه الكترونيه يمكن ان تعتمد عليها، و يعني جمع العملات الالكترونيه داخل هذه الموقع، وايضا متواجده من خلالها ازواج عملات كثيره للغايه ومتنوعه، وايضا متواجده على الاب ستور، جوجل بلاي، وكذلك على عبر الاندرويد. بالاضافه ذلك هناك يعني سبوت، كذلك لديها مارجين جيد، كذلك لديها يعني اوبشن جيد، كذلك لديها كونترا، كذلك لديها يعني شركة لديها مصداقية كبيرة غاية. بالإضافة ذلك هناك السوشيال ميديا متنوعة عبر هذه الشركة، لأنها هنا تكسب لك مصداقية كبيرة جدا من خلال السوشيال ميديا. بالإضافة حتى طريقة التسجيل الخاص بهذه الشركة طريقة سهلة للغاية، وأول شيء قبل ذلك سنشاهد اللغة المتوفرة من خلال هذه المنصة، هناك الإنجليزية، الصينية، اليابانية، غير ذلك أيضا الإسبانيول. بالإضافة ذلك يمكنك أن تقوم فقط بالضغط على هنا تسجيل، ومباشرة سيتم ولوجك إلى هذا المكان. هنا تحدد الدولة التي يعني تتواجد بها أنت، هناك العديد من الدول يعني متنوعة عبر الموقع، فقط تحدد الدولة، أو يمكنك الكتاب فقط هنا مثلا، أو تكتب مثلا المغرب، وتشاهد هنا بإضافة ذلك بعد ذلك تضغط كونفيرمي، بعد ذلك هنا تضع مثلا الإيميل الخاص بك، ثم هنا باسورد، ثم بعد ذلك الفيتي كود إن كان يعني هناك شخص يعني تريد مثلا دعوته إلى غير ذلك، يمكن أن تقوم بوضعه هنا، ثم بعد ذلك تقوم بعملية التسجيل بطريقة سهلة للغاية. من بعد ذلك تذهب مثلا هنا الى لوجين، ثم بعد ذلك هنا لوجين، مباشرة سيتم يعني ولوج الى الصفحة الرئيسية بطريقة سريعة للغاية، يعني موقع سريع، موقع يعني ليس كباقي المواقع الاخرى. بالإضافة ذلك مباشرة تذهب مثلا هنا الى هذا المكان، ثم بعد ذلك هنا الاسيت او المحفظة الخاص بك، مباشرة تذهب مثلا هنا يعني محفظتك الالكترونية بطريقة سهلة للغاية. هنا المعاملات التي تقوم بها انت، وهنا تجد مثلا الاحصائيات، المعاملات التي تريد الاطلاع عليها، كذلك هنا مثلا الاسيت الى غير ذلك، كذلك هنا المكان المحدد بوزي او غير ذلك، ثم هناك ستار، كذلك التاريخ الى غير ذلك، ثم يعني نهايه الشهر، بعد ذلك هنا سيرش. بعد ذلك اذا رسمت مثلا ان تقوم بايداع اي عمله الكترونيه تختارها، فقط تضغط على هنا ديبوزي، بعد ذلك الزواج مباشرة إلى هذا المكان. فقط كمعلومة يجب أن تقوم أول شيء تقوم بتفعيل يعني محفظتك الإلكترونية، أنا بحكم يعني قمت بتفعيلها قبل أن أضع هذا الشرح، لكن أنت يجب أن تقوم بتفعيله لما يتم يعني طلب منك ذلك من خلال يعني بطاقة هوية، تكون أنت يعني قمت بتصوير نفسك مباشرة، يعني سيطلبونها لك بحكم يعني أنا لم يعني يطلبوها في الوقت الحالي، يعني قمت يعني بتفعيل حسابي سابقا. على العموم أول شيء تذهب مثلا إلى هذا المكان، ستجد مثلا هنا العديد من العملات كذلك المشفرة، يمكن أن تقوم يعني باختيار أحد العملات التي تريدها، ومباشرة يتم يعني تحديد العملة التي تريدها، ثم المحفظة، بعد ذلك هنا يعني هنا في هذا المكان يعني تقوم بنسخ هذه المحفظة الخاصة بك، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بإرسال إليها. بالإضافة ذلك هنا عملية الويسردا، وبطبيعة الحال عملية الويسردا هي طريقة أيضا سهلة للغاية، سهلة وسهلة بسيطة للغاية، فقط تقوم بهنا باختيار العملة، بعد ذلك هنا المحفظة الخاصة بك، يجب أن تقوم بإضافة المحفظة يعني التي تريد مثلا إرسال إليها، ثم في هذا المكان ثم تحدد مثلا في هذا المكان أين المحفظة أين تتواجد، عبر البينوس أو مثلا تختار فقط البينوس مثلا هنا، تستمر المحفظة، ثم بعد ذلك تضغط كونفيرمي، ويتم إضافتها مباشرة في هذا المكان لكي يتم إرسال إليها المبلغ. أيضا هناك يعني سنشاهد ماركت، بطبيعة الحال هذا الماركت الخاص مثلا بالموقع، هناك العديد من يعني أزواج العملات المشفرة يمكن أن تقوم بالتداول من خلالها بطريقة سهلة للغاية، هناك الكثير تقريبا من واحد إلى أربع أزواج عملة متوفرة عبر المنصة، فقط تختار مثلا العملة التي تريد من التداول من خلالها، ويمكنك ذلك بطريقة سهلة للغاية. هنا لايس مثلا بريس، يعني في لايس بريس هناك 24 ساعة لم يستدول أي شخص في هذه العملة بأزواج اس ال بي كذلك، وهنا تجد مثلا أهم الإحصائيات. فقط سنذهب مثلا إلى المرحلة الثالثة، هنا مثلا 0.76 سنختار مثلا اي اف اي، ثم بعد ذلك تضغط على طراد، بعد ذلك تتوجه مباشرة إلى هذا المكان الخاص يعني بسبوت، سبوت الخاص يعني بطراد، كذلك مشاهد هنا يعني يمكنك أن تقوم بشراء هذه العملة، أو تقوم ببيع أي عملة وشفرة تريدها،
او ازواج العملات المتوفره لديك بطريقه سهله للغايه، تختار فقط هنا يعني الثمن يعني انت لديك سيظهر في هذا المكان، وانت يمكنك ان تقوم بشراء مثلا او اف اي، او يمكنك بيع مثلا او اف اي ان كان لديك هذه العمله المشفره. وهنا العمليات التي يتم يعني بيع وشراء العمله المشفره بطريقه سهله للغايه. كذلك هناك المارجين الخاص مثلا بهذه المنصة، كذلك المارجين هنا الاحصائيات لغير ذلك، يمكن ان تشاهد مثلا قوة يعني البيع او قوة الشراء بطريقة سهلة للغاية. هنا كما تشاهد هنا لدينا قوة شراء اكثر من قوة البيع من خلال يعني هنا زائد 2.62% من عملية الشراء من خلال هذه العملة المشفرة العكس عملية البيع. كذلك هنا لديهم ايضا بريفيتيول، كذلك يمكن ان تجد مثلا في هذا المكان نفس الطريقة الخاصة يعني بالاوبن كلاود، مثلا هنا يتم اضافة اشياء اخرى يعني خارج نطاق يعني السبوت او المارجين، يعني العكس مثلا سبوت هنا تم اضافة يعني لايمات، كذلك تم اضافة ماركت، كذلك تم اضافة اوبن او كلاود، كذلك يعني تريلينج، كذلك تي بي ان سي ال. هناك ايضا اللي في يعني الفيتشر مستقبلا اهم هناك فيرمي هنا على المدى البعيد، رسم التداول على المدى البعيد يمكنك ذلك بطريقة سهلة للغاية على حسب اختيارك الخاص، يعني هنا التداول على المدى البعيد. تقريبا هذا ايضا ايضا اوبشن، كذلك هنا اهم العمليات التي تتم يعني قمت بها الى غير ذلك، سجل في هذا المكان يعني او اهم الاحصاءات التي تقوم بها سجل في هذا المكان من خلال تداولك الخاص من خلال يعني البي دي سي او اكس. تقريبا او ايضا هناك ايضا هناك الكمبيوتر كمبيوتر انتحاري خاصيه رائعه من خلال هذا الموقع، خاصيه الكمبيوتر يمكنك ان تقوم بالتداول من خلال يعني احد الاشخاص يعني داخل هذا الموقع، ويمكنك ان تشاهد مثلا الديتاي الخاص مثلا بهم من احصائيات كما شاهدون هنا تريدك اوردر 9، هناك مثلا اكونت فلور واحد، شخص واحد الذي يعمل له يعني فلو تريد داي. كذلك هنا اهم الاحصائيات المتواجده عبر هذا الشخص، يمكن ان تختار فقط شخص اخر بطريقه سهله للغايه. مثلا هنا ايضا بابي تشيرك، يمكنك ان تختار مثلا ديتاي وتشاهد مثلا الاحصائيات الخاص به هذا الشخص، هل يتداول اليوم او غير ذلك، يمكنك ان تقوم يعني بمشاهدة كل يعني اشياء خاصة مثلا بكل شخص وكل يعني شخص يقوم بالتداول. تشاهد مثلا هذا الشخص يبدو انه نشط في التداول من خلال هذا من خلال المنصة، كما تشاهد هنا من الازواج العمود التي يقوم بالتداول من خلالها وايضا كل شيء خاص به. يعني كمبيوتر هي خاصية جميلة للغاية من خلال هذا الموقع وايضا رائعة بالفعل. كذلك هناك مثلا هناك الصندوق، هنا اهم الاشياء الخاصة بالصندوق، اذا مثلا تشاهد مثلا هناك العروض الى غير ذلك تسجل في هذا المكان. اخر عاد كان يعني في اثنين شهر 2/15 يمتد يعني من اثنين، هذا جيف اوي خاص او مثلا هذا الشهر يمتد مثلا اقوم بالديبوزي خاص مثلا اذا رسمت قمت يعني بالديبوزي ستحصل مثلا على مكافاه يعني من 100 اس دي ستحصل مثلا 1000 دي اموند، كذلك هنا 1000 اس دي تحصل مثلا 3000 يعني، وهذا شيء جميل جدا يعني من خلال الموقع، يعني 800 اس دي تي بونس من خلال هذا الموقع، وهذا شيء جميل جدا قمت يعني بعمل يعني اداء من خلال عمله الاس دي تي. وكذلك يعني من الاشياء الاخرى خاصه مثلا بالافليت، كذلك هناك الموقع لديهم ايضا الافليت، يمكن ان تقوم بالدخول الى الافليت وشيء مثل الاشخاص يربحون مال كبير جدا من خلال الافليت الخاص بهذا الموقع، وهذا شيء رائع من خلال يعني موقع يعني بي تي سي او اكس. طبعا الحال من المواقع الرائعه والمواقع الجيده التي يمكن ان تقوم بالاعتماد عليها يعني في الحصول والحصول على المحفظه رائعه. تقريبا هذا كل شيء من خلال هذا الموقع، موقع يعني PTCOX طريقة سهلة للغاية لكي تجعل هذا الموقع محفظة إليك وتقوم بجمع يعني عملات مشفرة داخل هذا الموقع بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة جدا، وأيضا شركة آمنة للغاية. هذا كل شيء، أدراكم موعد في الشحن القادم.